لكل كرسي تطبيقي احنا راح نقدمه، فاكو مجموعة من النقاط احنا راح نبدي نتعرض لها ونشرحها. بالنسبة لهذا الكورس ايضا راح نتعلم كيفية عمل اناليسيس بالنسبة للبروجكت، كيفية تحليل البروجكت بصورة سليمة وسهلة. اضافة لذلك عمل فلات ديزاين، قلنا هنا راح يعني نركز تركيز كامل على التصميم، كيفية الحصول على تصميم ماتيريال ديزاين، كيف نكتب كلين كود، كود نظيف خالي من الاخطاء اكسبشن المتوقع. اذا راح نكتب في البرمجة كآلية التوجه، نعتمد نظام الكلاسات في توزيع وتنظيم الكود، وراح نستخدم قاعدة بيانات محلية يوزر لوكال داتا بيس في الفيجوال ستوديو 2015، وايضا راح نستخدم نظام طبقات في الداتا اكسس لاير في عملية الاتصال في قاعدة البيانات. وايضا في نهاية البروجكت راح نصدر المشروع على اساس يكون ملف قابل للتثبيت والتنصيب عند المستخدم بدون اي مشاكل. اذا هذه الامور اللي مجمل الامور طبعا اللي راح نتعلمها خلال هذا الكورس، وفي امور اخرى طبعا مضمنة داخل الكورس ما نقدر انه نفردها، هي امور جديدة تختلف عن الدورة السابقة.